السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف. المهم نهار جديد، المهم هذا الصباح صباح تعيان يا البنات. هداية عندي مريضة، عندها واحد الونينة في حرقة، والله الا بيتتنا بلا نعس. ياك يما بيتها مسكينة هذا، خلاص باش نعسو. ياه يما مسكينة العواود، يما مسكينة هي اللي عملت شي الغاز. غنعدلو الدكان هذا الفرن، كلشي طاح هذا بالليالي. نقول خلينا كلشي وطيح هذا بالليالي، طاح هذا الفرن دابا. ياه طاح لك اولاد، خاطر نطلقنا. ياه خليكم مع الفيديو، غنشاركو معكم كيفاش غنعملو لهاديك ديك الارضية ديالها. اللقمة غدير معاها بالغاز، وانتم الان بالماء تا شهر اربعة ولا خمسة. اي تا يخرج الحال. المهم ها هي هاد الدكان اللي عن لي باش نقيو ليه الغاز. ها هي هي دبناها من هنا، طيحناها التبن، ها هو ديك. المهم الغاز سطين، غنعدلوه بديك التبن ونلفظو، غنعملو هنايا. انا غنوقف التليفون في شي بلاصة وغنبدا معكم ان شاء الله، نعاونها فيها مادام جيت ضروري من معاونة. حنا دابا نلفظو هيدا العصر الصلعين اللي كردن تجي واحد الدكانة غزالة تشي باقي نسلم. ما نعرفوش نتعلمو، مربوط هنايا وثمانية خلاو الدنيا خاوية عشرة ليا لقيت أنا والبغا المربوط غا فاولي لا يحبو حداه، ما كاين فايدة بوعية. أتيجي عرفتي ها فايدة البغا مضاعي. أي هداية الهداية ما عاد لي هداية ولا هداية؟ قلت له العرمة العيال فيها قدام ما يحبو، أما ما داروا ما يداروا. دابا العيال ديالي دابا توا مشيت توا مشيت توا مشيت توا مشيت صافي من هنا في القناة نجي عندكم صافي يلاه باغي التعويض صافي 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 كيف ويح الوردة يا حبيبة ضوية ضوية لي ما هو على هذا خصك تبان بزاف هذايا ديري خصك تبان بزاف أنا بقا تما كان هونتي أنا بقا تما كان لا بان نتلاقى مع عودة عودة ساعة قيل نسبق عشي برنا شي برنا قلناه باش ما يندرها ونجيب ساعة تلك بس بندرها هذي ندير باش البابير خليها تجي تقول لي
انتي لا عايشه مسكينه كتصبر لي يعطيك انتي لا 40 يوم والجراح ميلاخ وذا وتجيب لك حكم من عندها وذا ولا كطحن طحن طحن ولا كان الريحه فيها طحن الفرن فيها الحمي وانتوما ما كنتو كتقول داك كنتو كتجاوروا بعضياتكم كلشي قلنا نصيبو اللهم لك الحمد الله الا خليك من الرحمه كان لا يمشي هدايا ها شكون هذا حسن حومك عندي مزيانة حومك هاد مزيانة ايه شحال دارت الغاز هذا 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 نوصلها النهار تاع البارح قالها للصباح الناس يقولوا لها اتساع ويقلبوا باش يقيو ما عندكش القشره شي من هذيك باش انت تجهز فراسه غيتها وخلي الكسيبه ديالها مامنين قال لي ما قوا الكسيبه معايا فلو هي قالت لي انا عارفه ما عيجيوش لا والله تلقى قالت لي اتساع تنمشي عيجي نمشي نلقى صويا اختي عيجي انا كنقول صراط الرحيم ونجيب خالي ونعبي لما ما نجيب عاد الدربه ديال عليا ونقيل معاهم ونبات معاهم لقيتي الجلابه ما لقيتيش راه قاع الفطن مالو شي جلاب لا الناس ما عرفونيش باقا جلاب لا الجلاب عاود للمدينه والمدينه غير مازال شي لان المدينه علينا كلشي كلشي من المدينه هنايا حنا في المدينه هذه هي الخيار من المدينه 10 مرات مازال المدينه فقصو فقصو شي والله الا هنا الطبيعه وهنا الرحمه وهنا الضوء علاش الناس قال ما مرضوش بزاف السبب الدهر الرحيفه فينا وتوصل تزيت انا كل مع البشير وجاو البيضات يا سي عاد انا شغلي هاد السنه استوى لا والو عاودوا الناس المدينه ما يعيشوش يقدروش يعيشوا هنايا فين الناس يسلط عليهم ما نجيه من خليه في البلاد عزيزه ابقى صابوا فرن بقى الفرن شي عم تمشي بنسير داك هذا مسوس شي طلعه تبقى هذه ندخل على البرماو تاع عندها هاك الدار تاعنا هيدا ما امر يا الله صغرك انت صغرك اه ما نتوما المشاهدين ديالنا حنا ساليناها الفرن هي هذه ساليتها دابا هي الصراحه ثلاثه معي ساليتها وتسالينا دابا نشطبوا هذا الغيص اللي بقى لنا كرفو وصافي حنا جينا نعطيو للفقيره ديالنا داكول كتبغى بحال العود طيت هذيك اللورا كتب لها هذه العود صافي نطيح الله صافي بقى
ما هي هذيك اللورة؟ هذه العجيلة ستيتوة. هداية عجيلة ستيتوة زينة ماما. ضعفت لك يما ولات يا ضعيفة يا بجي. الله يلا ضعفت بزاف يلا بجي. واش هالوقت هذا يضعف البقاء؟ شوف نطح نطح هنا عند المتبن. ثم البلاصة يقلو فيها التبن هنا يبقي راس تيتوا. هيا هدايا الجيلة بحالك ستيتوا ياك هدايا مزيانة مريضة حبيبتنا فيك السعيلة هيا نديونا نديوها معانا إلا قربت عندها نضحك يا ماما هذيك الوراق اللي هذيك تاعو وزقي لا ديلا وانت هادي يا اسئله هانتي نين شو عند الباب مني هنا عند غزه الفيفان والباب هاني الله يلا هنايا متسع احسن من هنا بتاكسي ياكلوا من هنا كوفيد هنا احسن من الدار دابا هي بعدات الدار هالي هين ميكون نقيوها ان شاء الله نشاركوها معكم شوف جاك منو بالغاز وين هذاك الاخ هي مرمذتنا يا اللي عطاتنا انا غدرت وتا غدرت لقيتها قلبي واخا صراحه هذا القعد الفرن كانه هذا بني شي بيت اي والله حزيت التماره ديال الفرن باقا ونعمرنا بطنا بالفرش وزرقه وبطنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كنا محيا الدنيا ما كناش الماء وش الطابه باقي فيها ما يكون ندخل دابا توضى ان شاء الله وصلي وجماع الحويجات ديالي يسهل عليك يلا بينا اش اللي غطي سبب ما سخيناش ولكن شكون سخبه بلاد هو بنتي والله ما صافي مشي غدا الاثنين نعاود ضروري خصو يسوق ويمشي للدار ديال باخ عندي العائله 8 حتى كان حتى الوحده نبقى المهم المشاهدين ديالنا نتمنى الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم نكون شاركت معكم شي مقتطف واش كي راه تحلقوا بالك حي حقوا بهنا لقيوها اه ان شاء الله قال زعما ما نكملوا الفرن نجيبوا شي شكاره طحين ونقصوها وقول بها الحياه وشاركوها معاكم حبه الحلاوه وتكاوت بدا فرايك وتوريا بدا رمي ان شاء الله يكون شي نهار العطله ونجمعوا كامل يوم الربع يوم الربع ان شاء الله يوم علاش هيدي الدرام نحشوم يوم الربع ان شاء الله هيدي اجي عندي حبيبه كل حال صخر شو شو الاول صخر اجي حبيبه اجي ودرابتها وقلتي وقلت لها حيد من الغاز يا انت الله يرضى عليك الله يعطيك بالرفق هاك منا من ناخذ ولادك السلام عليكم